بما اني قاعده جوه وعماله اتفرج على الحلقه وهم عاملين نفسهم اللي هم عارفين في الكوره وبيفهموا في الكوره وعاملين يتفلسفوا، انا بقى هزنقهم في كام سؤال كده وهشوف هيعرفوا يجاوبوا عليه ولا لا. الاول لعبه ان احنا نعرض صور لاعبين كوره وانتوا هتقولوا لنا صوره مين ده. اول صوره اللاعب النرويجي هنريك ابسن. غلط، برا. ليلى وشيماء. زين الدين نيمار. شكرا. صح. شكرا. ده منين ده؟ ان شاء الله زين الدين نيمار من ميانمار. ده الوحيد اللي انا عارفاه في الكوره. اول نقطه لشيماء. شكرا. تاني صوره. ثانية خد ثانية واحدة. لاعب الأرجنتيني قسطنطيني ستانسلافسكي. غلط، برا. لا 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 اديني اديني بتهزروا. مارادونا يعني. صح صح. نقطة ليلى. ثانية واحدة. طب ثانية واحدة، هو بس مش بس مارادونا، هو اسمه صلاح الدين مارادونا. لا دي كان بيلعب في سكر الحوامدية وبعد كده ربنا كرمه واحترف. فالموضوع مش بس كده. هي اللي هتاخد الدور كمان. وهو دلوقتي الحمد لله بيلعب في الفتي ده. الفتي ده هي هي بيلعب في زرومارك. ليه؟ بعد ما خرج من السجن. الصورة اللي بعدها. اتفضل. يلا. ده اللاعب الافريقي. ايوه ثانية الافريقي. ثانية واحدة. قولي اللاعب الافريقي. ثانية واحدة. جيفارا. لا هاتي بس جيفارا. هاتي النبي. هي الناس. هاتي الناس. والله اديني خلاص خسرت. لا لا ثلاثة برا خلاص. انت يو خلاص. انا عارفاه بقى. هي عارفاه. انا عارفاه. هي عارفاه. عايزه حياته. عايزه حياته. غلط. عايزه. هاتي يا نشوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه شيكابالا. غلط. فاضل ليلى. طب بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه بيليه. صح. ايه ده والله كده؟ عشان ده على ايامي لا مؤاخذه. ليكي الصورة الثانية. اتفضلي. ارحمينا. انا عارفة زين الدين زيدان. صح. لا انت بتديها المايك. امسكي المايك. دي خطر منه. بقول حقي شيماء. شيماء انا ما جاوبتش ولا حاجة من اول الحلقات. صح من فضلك. يعني اعمل ايه؟ معلش انا صح كده. ربنا بصي خدت نقطة. جايزتك الميكروفون الذهبي. واحد نشوة. واحد نشوة وواحد شيماء. انا واحد. انا مجاوبه اكتر من واحد لو سمحتي. واحد. لا واحد. مش قلت نيمار وقلت صلاح مارادونا وقلت شيكابالا؟ صح ولا غلط؟ بس انت قلتي كده بس دي كانت صوره. ايوه نيمار بس المهم مني. ايوه صح. وبعدين اللي والله دي رغبه. دي رغبه. دي رغبه. والله غلط. والله دي رغبه. خلاص غلط. لا خلاص. هاتي بقى. اتاكدي الاول. اتاكدي. هاتي بس. غلط. هاتي. دي مش رقبه دي دراع. اتفضل. ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه؟ غلط. ولا دي بطن؟ مش عارفه الحقيقه. لا انا امتنع عن التصويت. بس انا عارفاه. ايه؟ انا مش عارفه. يبقى احنا كلنا يبقى الاجابه زي ما هي. هو اسمه هو ده رونالدو صح؟ اسمه حاجه ثانيه؟ رونالدينو. دي رقبه. رونالدينو. 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 رونالدينيو. لا انا اللي قربتها. ايوه صح والله. يا أيوة. نص ونص. يا النص. انا اللي قربتها. النص بالعدل. النص. انا موافقه بالنص. واحد ونص وواحد ونص. وانا اثنين. واحد ونص اثنين عشان ماسكه المايك. نقطه ليلى. ليه بقى؟ النقطه اللي احنا جاوبنا دخل جوابها. ليلى سقفوله. ايه ده ايه ده؟ محدش بيعطي سقفوله يا بنت. هو انا وزيرة انا ولا ايه؟ هنا. لا ثانية بصي. الصورة اللي بعدها. يلا الصورة حرام عليكي. حرام عليكي. الا هو كان شيخ نص ونص بصراحة. هي اللي قربتها لنا. اتفضلي يا ستي. اتفضلي يا استاذة. الصورة اللي بعدها. اه 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 مصري 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 مصري. حسين السيد. حسين السيد اللي كان بيغني في ارث الاله. ايوه ايوه برافو. هي قالتها صح. هي صح. برافو. بس انا قلت ده مصري. ايه؟ انا قلت مصري. جيت فين مصري؟ ما انا مصري او ابويا مصري. لا هي اللي قالت صح. انا اللي قلت بتحيا
أيوة. حسين السيد عشان خدت على حس الرعطة. ايوه بس حسين السيد ده لعيب ده جامد جدا جامد جدا. الصورة اللي بعدها يلا لسه في بداية حياته الكروية. عمر جابر والله عمر جابر اللي قلت لك عمر جابر والله العظيم عمر جابر والله يا عمر جابر والله قلت عمر جابر مين عارف والله عمر جابر انا اللي قلت الاول والله انا عارفاه ماشي والله قلت عمر جابر اقسم بالله متنازل عن نقطتين والله بس ليه دراعي لا انا ما صدقت عرفت عليكم انا اللي قلت والله يا عمر جابر عارفاه انا اللي قلت بس انا اللي لحقت الاول خلاص خلاص يا مهز صفارة حكم يا استاذه ثلاثة شيماء يس ثلاثة ليلى منين جابتهم؟ واحد ليلة. منين جابت الثلاثة أفهم؟ خدت الواحد انت يا بنتي بتقولي نفسي أفهم جابت الثلاثة أنا حاكم صح سؤال بس هو اللي بيشيل المايك بياخد درجات على كده دي أعمال السنة يعني؟ النشاط الطلابي؟ فهميني لا لا النشاط طب جابت الثلاثة منين؟ دي ما قالتش حاجة يعني أنا راضية الحكم أيوة طبعا ده إحنا فارمينك في الوقفة وأنت تقولي ثلاثة يلا اديني فرصة بقى المسابقة الثانية اللي هسألكوا أسئلة وأنتوا تردوا عليها ماشي واللي هيعرف يجاوب خلي الجمهور يسقف له جامد ماشي واللي مش عارف يجاوب من فضلك الجمهور برضه يسقف له جامد جبر على الله لو سمحت يعني طيب أول سؤال إيه الفرق بين التسلل والأوف سايد؟ التمر حنة مفيش فرق مفيش فرق التسلل هو الأوف سايد هما الاثنين ده برافو نقطة الليلة نقطة كده الليلة الليلة السؤال الجاي النشوة يلا يلا فرصتك انك يعني تكمليها انا ام نشوة وعايزة ابان قدام ولادي ده انا نشوة نشوة لازم نستخدم جوجل سيرش الفترة اللي احنا اتفضلي ايه الفرق بين الضربة الحرة المباشرة والغير مباشرة؟ ده صح ايوه اوكي الضربة الحرة المباشرة كده قدام الجون على طول والنبي والنبي الغير مباشرة كده اوه والنبي لا بتلقفوا على ايه؟ بتلقفوا على ايه؟ بتلقفوا على ايه بذمتكم؟ بجد؟ اخس ايوه المباشرة يعني في الوش كده اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا طيب قول اقول لك انا المباشرة بتبقى على الجون على طول الغير مباشرة اللي بتبقى لو بتطلع بره ايوه هي زي ما قالت بس اكتر شيماء صح صح لا لا ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة لا 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 فعلا في فيها تحيز انا جاوبت صح بس جاوبت فعلا بالحركة ايوه لما اعمل المباشرة كده يبقى كده في الجون لا مش عايزين الحركة احنا عايزين لا انت ما حددتيش السؤال ما حددتيش عايزه بالحركه هي انا بكلمك بلغه الاشاره لا نقطه لا فوتي يا جماعه يلا اقفوا النقطه تروح للشوه ايوه ماشي اقنعتيني يا نشوه يا جامده اقنعتيني يا نشوه يا حلوه طيب او النبي السؤال الجاي بقى المايك لليلى خلاص اتفضلي يا ليلى اشهر لاعب لبس رقم 22 في مصر ابو تريكا ما شاء الله نقطة ليلى نقطة ليلى ليه؟ ده احنا كلنا قلناها عشان انت انتوا قلتوا ده سؤال ليلى انتوا قلتوا في سؤال ليلى اه ماشي واحنا موصلنا في نفس واحد مش مهم نديها لليلى لا النقطة ليلى ميرسي 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 يا روحي اتفضلي السؤال اللي بعده بس شفتي الأسئلة سهلة ازاي للآخرين وأنا أسئلتي صعبة؟ هجيبها لك ماشي اوكي هجيبها لك اسألي نفسك شيماء عامله زي قبض لرواق اتفضلي مين لقبه المايسترو سليم سحاب ايه صح صالح سليم الله يرحمه المايسترو انت بتقولي ايه مش اللي بيعزف هو مايسترو سليم صالح يعني كان قصدي المايسترو ليلى هي اللي عرفت يا بنتي اسمعي إيه طب انا هديل شيماء استني بس هو اصلا لا انت اللي قلتي صح انت بتقولي ايه ممكن تسمعيني؟ طيب. انا ما كنتش قصدي كده، انا كان قصدي اقول المايسترو صالح سليم سحاب، اختصرت الاسم عادي يعني لا انت لازم تقول الاسم اما جابتش اسم صالح نسيت ان هو صالح بالظبط انما قالت لك سليم سحاب ماشي لاحظي العيلة لاحظي سهولة الأسئلة المباشرة ده سهل وأنا عرفت وأنا الأسئلة كلها اللي عايزة ماشي لنشوة قولي قولي مين ملقب بالسلطان؟ جورج وسوف لا سوري اولا لا جورج وسوف السلطان سلطان الطرب
ابراهيموفيتش. صح. مين ابراهيموفيتش؟ نقطة الناشرة. ابراهيموفيتش ده ولا بيلعب. شاطرة شاطرة والله. وليه اخت اسمها سيفيتلانا جيفانوفيتش بالأمارة. ده عرفتيه من ده بقى؟ من دي فزلكة. دي فزلكة دي يا نشوى. كامل ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش محمد عبد السلام احمد المناطيل. طيب السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده الليلة ايه حياتي كدي. مين ملقب بالعميد؟ احمد حسن. احمد حسن. حسام حسن. حسام حسن. حسام حسن. شفتي؟ بس معلش انا اهم حاجه بس انجو بدراعي. طيب بس ما كانش سؤالك. ايه ده؟ طب انت شفتي والله العظيم انا عارفه الاسئله كلها. خلاص اديهولها اديهولها. برضه النقطه تروح لليلى لان هي اللي جاوبت في نقطه دنيتها ما حدش قال لها تجاوب. ده اللي انا شايفه. ما انا صدقت عرفت حاجه. شيماء بس اسكتي بس عشان انت في المسابقه دي ما عندكيش ولا نقطه. اسكتي. نعم انا ما عنديش ولا نقطه. ايوه لا طبعا. ايوه ما عرفتيش اي حاجه. لا عرفت حاجات كتير. لا انت بتخم يا بنت. بس انت بتخم بس. تروح النقطه تروح يعني لليلى لنشوى. ايوه ايوه ايوه. طب هي جاوبت قالت ايه؟ شاطرة. انا متشكره جدا. طيب السؤال الجاي لشيماء. اتفضلي يا رب. ركزي بقى عشان انت ما عندكيش ولا نقطة. خلاصي قولي. طيب مين ملقب بالسد العالي؟ اسألي بقى. حسام الحضري. انت هتقعدي تجاوبي في اسئلتنا عشان تاخدي النقط بتاعتنا. ده ايه اللي انا فيه ده؟ طب يا بنتي لا بتسند عليكي ولا بتديكي بالشلوله ولا بتديكي بالشلوله عشان هي ما انا قلت حسام الحضري. اها بعد كده عشان انجو بقدراتي الاضاءة. ايوه ماشي. مش النقطة تروح لشيماء. الخيال المقاتل. ايه؟ النقطة تروح لشيماء. اتفضلي. ماشي اوكي. السؤال الجاي لنشوى. سهل بقى. ماشي. اتفضلي. اوكي. مين ملقب بالمعلم؟ المعلم سعيد الشحاتة. سعيد الشحاتة. سعيد المعلم. حسن شحاته. حسن شحاته. احنا اللي جاوبنا الاول. اللي جاوب صح بصراحه سقفولها. على فكره ليلى فكره قوي قوي. ده انا غنيتها لك. متشكره. بس انت حنين يلا مفوتها لك. يلا شيم. انا؟ ماشي. دلوقتي شيماء خسرت في المسابقه دي بصراحه بقى. فهي كده طلعت بره. حد فيكم هيكسب. ها. ركزوا انتوا الاثنين. طب والمسابقه الاولى اللي انا كسبت فيها انت لسه تفضلي تكملي ما بينهم؟ المسابقه دي انت ما عندكيش ولا نقطه. لا انا جبت نقطه والله العظيم. مش قلت لي ان عصام الحضري صح؟ ماشي. مش انا قلت عصام الحضري وخدت نقطه؟ ايوه ايوه. انت بتخمي. يبقى اللعبه كلها منغيه. اصلا يبقى الحكم قابل. هم مين؟ هم معاهم اربع نقط وخمس نقط. وانا معايا ربنا. نقطة. الحكم قابض. يلا. المصحف البنت دي بتخم. ركزوا بقى. طب هنركز ها. بس على فكرة بقى انت من يوم ما لبستي الفستان الازرق ده وانا شاكة. جملة. 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 انا دي ما بينكم انتوا الاثنين. لا انا موجودة عشان انا خدت نقطة هفضل العب لحد اخر. لا 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 هلعب. معها نقطة. هلعب. لا باين. لا هلعب ماليش دعوة. اكسر لكم ازازه. السؤال بين ليلى ونشوى. ايوه وشيماء. لا وشوشو. ركزوا مالكوش دعوه بيها. وشيمو. اولا انت كاسبه مسابقه بحالها لوحدك. من دل سعيد يا سعيد. ايه؟ ايه ايه ايه؟ جملة. ها؟ من جاوي سعيد يسعد. 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 بتنطبق على مين؟ عبد الله سعيد. ابراهيم سعيد. عبد الله سعيد. احمد سعيد. ابراهيم سعيد. عبد الله سعيد. نقطة لشيماء. سقفوا لي. وتعود شيماء للمباراة مرة أخرى وتحرز الهدف الذهبي. أيوه. ده صح الإجابة ده؟ أيوه صح. كده اللي فازت في المسابقة دي. أيوه. نشوى مصطفى. عايزين يكبروا خالص قدام عائلتك. وحياة ربنا. ايوه انا مش كده. مش يعني احنا وعماد عليك والله.
كده احنا بجد خالص. قلنا نشرفك قدام عبد الرحمن ومريم. شكرا حبايبي جدا. ويبقى كده شيماء هي اللي كسبت في المسابقه الاولى، ونشوى مصطفى هي اللي كسبت في المسابقه الثانيه. فاحنا هنعمل سؤال فيصل ما بينهم عشان نشوف مين اللي هتجاوب اسرع وتبقى كده هي اللي كسبانه. شيماء. نعم. انا اللي هكسب. وحياه حمائي تسيبي لي الاجابه دي. وحياه حمائي يا شيخ. طب انا هحلفك بقى السؤال هو وعشان خاطرك يا حمائي هضحي بالمسابقه للباقي. اتفضل اتفضل خلاص. لا نسال عشان التحكيم يبقى صح. اتفضل. السؤال هو ايه هو اسم مدرب منتخب مصر؟ عايزه اقول ان الست ملهاش غير شغلها والحب مش هينفعها بحاجه. وبكده يبقى شيماء هي اللي كسبت في المسابقه وفي لعبه حلقه النهارده. والله يا شيماء رجاله ورفعوا راس مصر وبلدنا. شكرا شكرا شكرا.